سنة أو ما تبقى منها، جسد ممزق منكمش خائف مرتجف، زواج بعد اغتصاب وزوج منحرف، تفنن في تحويل جسدها إلى مساحة كاملة من الألم والتمزيق. لخمسين تقريبا ضربة في وجهها وشي عشرين ضربة تاني في يديها، كاين ضربات الغارقين عمقين وكاين ضربات سطحيين. ضربات يمكن نهار الجمعة، والواجب الأول دار في المستشفى ابن طفيل، داروا الخدمة ديالهم لأن شدت الخياطة مزيانة، وكاين بعض شي حوايج جابهم لينا باش نكملوهم. الزوج غادر السجن أياما قلائل، وبسبب طلبها الطلاق تفتق ذهنه المريض عن خطة. قال لها لابد نطلق، أنا غادي نطلق. جات الأم ديالها جمعت حوايجها، جا عندها جمعت حوايجها مشات في حالتها، مشات لبنت الدار مع 3:30 ديال الصباح، جا كيدق قال لها خرجي ليا مرتي. الغيار كتوقع، قال لها واعرجي خرجها جهة الحمام ديال العرس، ديال العرسة، ديال العرس بن إبراهيم. ضربها على هاد الحالة هادي، هزها داها لدار عمو، مشى بدل حوايجها، هزها داها لسبيطار بن طفيل. يعني تنقول هادي راه جناية ماشي جنحة، ولكن جناية، محاولة القتل. وبالنسبة للجمعية يعني جات وتبنت هذا الملف كامل، بالنسبة لأنه الوجه ديالها كما تتشوفوا خصو يتعاود يدار ليه جميل، وخاص الدعم النفسي ديالها ومواكبة القانونية. الزوج الجاني في حالة فرار وخولة تواصل تلقي العلاج والمساعدة الاجتماعية. هذا الفعل يخرج عن نطاق الفهم العقلاني للبشر.